هو زكريا يدعو ربه ويقول: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وفي آية أخرى: وأن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. فالوارث هو الله جل جلاله، وهو الذي يرث الأرض ومن عليها. لذلك ينبغي على من يؤمن بهذا الاسم الكريم، اسم الله الوارث، يعلم أن هذه الدنيا لا محالة إلى زوال، فيفكر بالآخرة، يحسن علاقته بالوارث جل جلاله لكي يثيبه. أهو النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن شاة أهديت إليه، يسأل السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، فتقول: يا رسول الله، ذهبت كلها، يعني وزعناها للفقراء، تصدقنا بها، إلا كتفها. وأبقت الكتف لأنها تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب الكتف، لحم الكتف من الشاة. فقالت: يا رسول الله، ذهبت كلها إلا كتفها. قال: لا، بل بقيت كلها إلا كتفها. الكتف حناكلة، أما اللي راح صدق فهو عند الله يبقى. فالله تعالى هو الوارث، فموضوع الوارث فيه دعوة للإنفاق، لأن المال هو مال الله. وينبغي على الإنسان كلما أراد أن يبقي ويدخر من ماله شيء، يدخره للآخرة. عندما جاءوا على أحد التابعين، الحسن البصري أو غيره، وكان قد سكن في بيت، فجاءوا ضيوف له فما وجدوا عنده يعني فراش ينامون عليه. قالوا: يا إمام، أين الفرش؟ قال: ادخرناها، عندنا بيت آخر، وكلما جاء لنا شيء من أثاث أو فراش أو ما إلى ذلك حولناه إلى ذاك البيت، أي ادخرناه. قالوا: وأين ذاك البيت؟ قال: بيتنا في الجنة إن شاء الله. يعني كل ما يأتيه شيء يدخره إلى الآخرة. هذا معنى من معاني الوارث، فإن الوارث هو الله تبارك وتعالى. كل أملاكك وكل أموالك اللي تجمعها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وقصورنا لخراب الدهر نبنيها، في القصيدة المشهورة. يعني الأموال كل ما تجمعها، إخوة، ما حندخلها معاك في القبر. هاي الأموال تذهب إلى الورثة. وأكبر مصاب الميت في ماله، يؤخذ منه كله ويحاسب عليه كله. أما الورثة، الورثة يأخذون المال يعني غنيمة باردة، ما يسألون عنه. إذا كان المال مخلوط حلال أو حرام، الورثة يأخذونه غنيمة باردة. الميت هو الذي يحاسب عن كل درهم جاء به، من حلال أم من حرام، وأين أنفقه من حلال أو من حرام. لذلك ينبغي علينا أن نقلل من الأموال التي نحاسب عليها. كيف نقلل؟ نقللها بكثرة الصدقة، والصدقة تذهب غضب الرب جل جلاله. يعني كل ما واحد يعصي معصية أو يفعل سيئة من السيئات وأراد أن يتوب عنها ليعجل بالصدقة،
فالصدقة تطفئ غضب الرب، فأن تتصدق على الفقراء كأنك تحول هذا المال إلى الوارث جل جلاله، فهو الذي يرث الأرض ومن عليها ومن فيها، والملوك إلى زوال والملك إلى زوال، أين الأكاسرة أين القياصرة، الكل يموت، وينادي ملك الملوك لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، للوارث الذي يرث الأرض ومن عليها. جعلنا الله وإياكم من المتصدقين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لازلنا مع اسم الله الوارث، ورب العزة جل جلاله يقول: وتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم وكنا نحن الوارثين. مساكن الظلمة، القصور، لم تسكن من بعدهم، ذهبوا ماتوا وكنا نحن الوارثين. فلذلك على كل ظالم أن يتفكر هنيهة دقائق، أين الظلم الذين من قبلك؟ أين الحكام الذين تجاوزوا على حقوق الناس؟ ذهبوا. كسرى، قيصر النمرود، والنمرود أقوى مثال للعراقيين، لأنه هو كان بالعراق، جبار من الجبابرة، ظالم من الظلمة، كافر من الكفار، وكيف كانت نهايته؟ يقول أهل التفسير، النمرود اللي ناقش إبراهيم أبو الأنبياء، قال: أنا أحيي وأميت. قال: إن الله يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. قال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هذا النمرود كيف مات؟ يقول أهل التفسير: دخلت في أذنه حشرة واخترقت الأذن ووصلت إلى دماغه واستقرت في دماغه، يتألم ألم شديد لا يرتاح حتى يضرب بالنعال. بل هذا الموقف لو ينقل بالصوت والصورة للظلام، للطغاة، للحكام، يجتمع الحاشية دائر مدائر الظالم، وكل واحد شاي النعالة ويضربون على رأسه، لأنه لا يرتاح إلا أن يضرب بالنعال، إلى أن توفاه الله، إلى أن مات ونجى الله منه العبادة والبلاد. هذول الظلمة اللي كل الناس تدعو عليهم بالهلاك، سرعان ما يأتيهم الموت، كما يذكرون على شمس بدران، هذا مدير السجن الحربي في الأربعينات، عندما كان يعذب الأتقياء الأولياء ويقول لهم: أين ربكم؟ فليأتي حتى ينقذكم. كيف مات هذا الطاغية؟ خلي يسمعون اللي يعذبون في السجون كيف مات. قال: يسير بسيارته مسرعة في أحد شوارع القاهرة، حادثة في مصر، وكان الناس يخافون منه، فإذا بسيارة تحمل شيش مال بناء متدلي من خلف السيارة، وهو يسير بسرعته، توقفت التريلة مال الشيش، هو يضرب بريك يضرب بريك، ماكو بريك بالسيارة، فدخل بسرعته فاخترق الشيش
الجامة الأمامية وصدره وثبته على الكرسي اللي بيه، وهو يعالج وينادي في الناس أخرجوني أخرجوني. شلون يطلعوه؟ هو مثبت بالشياش بالكرسي واخترق حديد السيارة. إلى أن عرف الناس أنه هو الطاغية شمسي بدران، فقاموا يبصقون عليه ويستهزئون به ويشمتون به إلى أن مات فطس إلى غضب الله وعذابه. فهاتين المصيبتين أو الذنبين الكبيرين، حقوق الوالدين وظلم الناس وظلم الناس، هذين الذنبين انتظر العقوبة تأتي في الدنيا قبل عقوبة الآخرة، هي من العقوبات المعجلة في الدنيا قبل الآخرة. أقول هذا استطراد من الآية: فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم وكنا نحن الوارثين. فالله تعالى يرث الأرض ومن عليها، ونحن إن غفر الله لنا ورحمنا فخير الوراثة هي وراثة الجنة. بالنسبة للناس الذين يرثون الفردوس كما وصف القرآن الكريم في سورة المؤمنون، يرثون الفردوس يعني ورا موتهم وراثتهم لم تكن بالدنيا، وإنما وراثتهم الجنة، ومو الجنة أسفل الجنة أو وسطها، لا، أعلى الجنة. الفردوس أعلى الجنة، سقفها عرش الرحمن، هناك يصطحبون النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. اللهم اجعلنا من الوارثين، اللهم اجعلنا ممن يرث الفردوس الأعلى، اللهم اجمعنا في جنتك وفي فردوسك، نحن ومن قال آمين. اللهم آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.